صباح الخير بنات، كيف صبحتوا؟ كنتم تكونوا بخير. مهم احنا يلا لبسنا حوايجنا كما كتشوفوا الدنيا مش طلعش شعرها. كل صباح الخير البنات، كل صباح الخير. مهم مش طلعش شعرها وفكرتكم لحقاش كتسولوني على هذا البرودوي هذا كما كتشوفوا شنو عرض داني كيفاش كيبقى لها بوكلي. كان مش طلاب هذا البنات غتلقاوه في كاش مامبير، وكنظن البنات اللي ما عندكمش كاش مامبير في المدينه ولا البولو فين ساكنه تلقاوه في كاريفور، حقاش هاد لا مارك انيان كتكون في كاريفور. شوفوا البنات هذا باش كان مشطلع شعرها، هذا خاص بالنينيوس كما كيبان لكم، شتي بارانينيوس، حقاش كاين واحد كيشبه ليه ولكن الناس الكبار بالحق هذا بارانينيوس. هذا البنات كنخلطوه كتخلطوه حقاش هو بيفاسيكو، كتخلطوه وكترشوا ليهم على شعرهم، تحاولوا دائما ما تقصوش لهم الجدر ديال شعرهم البنات وصافي، وتمشطوا ليهم شعرهم كما كتشوفوا كيخلي زوين انتما كيخليه بوكلي. شي مرات صراحه هذا كيبقى له زوين بزاف، شي مرات كيبقى له نورمال، هاد مؤخرا ولا كيتعكل بزاف ما عرفتش علاش، ولكن شي مرات كيبقى له بحال هكا كما كتشوفوا بوكلي يعني، وتيبان بحال لي فازك تيبقى شاد داك اللمعان ديالو كل مره وشنو. وصافي البنات دابا غنمشي نقاد ليها المرسه ديالها، نوجدوا كلشي غنديروا لها غير في البولصه، ونوريكم شنو تدي اليوم هي المرسه ديالها. وصافي من بعد غادي نسجل لكم فلوغ، وما غاديش نمشي اليوم نقرا، غنمشي واحد البلاصه اخرى. مهم بقاو غتشوفوا الفلوك كامل شنو غادي ندير. دانيا وي توقفتي من الناس يا مامي، يا ماشي دير الرياضه سي، يلا هبطك يلا 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 وتوجدي يلا يلا. المهم بلات من بعد انا غنرجع للدار وغادي نعاود المكياج ديالي، يعني درت غير شويه كريم اساس وشويه تاع كاكر صافي، وغادي نوريكم شنو لبست كامل، اللبسه كامله حقاش حد الان باقي ما كملتهاش، غير لبست دغيا باش نديداني مدرسة. صحباتي عزاز ما بقيتش غادي نخرج للاسف الشديد، للاسف الشديد لهذا صافي غادي نبقى في الدار وغادي نتهلا براسي، وكنظن غنسجل لكم هذا الروتين، هذا زعما غنسجل لكم الروتين شنو غندير فهاد الصباح هذا، ما حد بقيت غير بوحدي في الدار وما كاين ما يدار، لهذا غنتهلا براسي غنسجل لكم كلشي وغنحط لكم فيديو خاص ان شاء الله. صحباتي العزاز في الاخر ما بقيتش غادي نمشي نخرج كما قلت لكم في الاول، للاسف صراحه كنت يعني مقرره يعني اني خارجه، راك شفتي ولبست وكلشي، ولكن قالت لي جانيت بانه ما غاتقدرش تخرج وانا هذا الشغل خصني نمشي معاهم باش نمشي بوحدي، صافي خلينا حتى نهار اخر. وصافي بنات انا دابا يلاه جاكو الراجل جاب لي شي باكيتات غنحلهم نشوف شنو فيهم، وغادي نوريكم تقريبا تشوفوا شنو فيهم، الا كانت شي حاجه نقدر نوري لكم دابا يعني نوري لكم دغيا دغيا هي ديك سينو حتى شي فيديو، ولكن غادي نوريكم شنو وصلنا. هادشي هاد الباكيتات هادو يكون هاد الباكيتات، يلا بيت كنفتح هنا نتفكر كنهضر معاكم وقلت اجي نحلو مع البنات شوفوا شنو وصلني. هادوما هنا هادو شوفوا شنو هنا، المهم بغيت نشوفوا شنو كاين هنايا بعدا نوريكم شنو هادشي. سنيسلة اوه كتشولة وزين، شوفوا البنات كتجي بحال هكا. المهم انا غنوريكم داكشي دغيا دغيا ان شاء الله، غادي ندير لكم غادي لكم ان شاء الله فيديو انا نوريكم داكشي من الفوق شنو هادي، يمكن سنيسلة حتى هي. دابا عندك الفضول تيكون فيه باش كتوصلنا شي حاجه غنديرو بحالكم، شوفوا معايا من الفوق الفوق ولكن بعدا نوريكم كاينه هذه. واه هذه كنت باغا غير ندير بحال الشوكير، او ماي جاد او ماي جاد كيحمقني هذا الستيل، الله يجيب رزق ناخذها البنات ديال الذهب تكون قصيره باش نبقى ندير ما نحيدش من عنقي، حقاش انا حاشي شي ستيل اللي عجبني ما كنبغيش نحيدو من عنقي، شفتوها كتجي بحال هكا واعره واعره واعره. ان شاء الله الا لقيت هذا الستيل هذا ديال الذهب ان شاء الله نوفر وناخذ شي وحيده كتحمق البنات، شوف شفتو غزاله. المهم المهم كلشي عرفتي محلول مرون، لحقاش معكم عارفين داكشي كي ماشي مع المرون، هما دابا تيجي انا عرفتش كنصاوبو فهم ماشي كنصاوبو سينو دابا كيكونو حاطينو هانتوما شفتو، ولكن كيطيح في الباكي تحت كيكونوا مقادينو مصاوبينو كي مع الانفيو كيتعاد كيجي مهابط داكشي. كاين عاوتاني هادي تاع عشك التشوكير كما كتعرفوا هادي ستيل خارج دابا لامود. المهم هنا ايمانكو سيبتو لي هادشي نشوفو شنو كاين في هاد الباكيتات، وان شاء الله كنوعدكم غنحط لكم فيديو قريبا وغنوريكم هاد ليزاكسيسوار كاملين اللي توصلت بيهم. صراحة البنات ليزاكسيسوار باش زوينين كيعطيو واحد اللمسة خاصة في شو هادو معند طاردو نيت
كيعطي واحد اللمسه خاصه ديال هادو حويلقات شتي باقي البلاستيكات ديالهم، كيعطي واحد اللمسه خاصه في اللوك. يعني تقدر تكون لابسه شي حاجه سامب ولا درتي لي اكسسوار وهذا زدتيهم كيجيو زوين. و الحلقه تاع البنت كنت باغاهم حمقين هادو نفتحهم غنفتح لكم حاجه ولا جوج من الحاجات اللي وصلوني وصافي وتنديرو ندير فيديو ان شاء الله. هانتوما البنات الحلقات كيجيو بحال هكا، كيجيو بحال هكا. تقدري ديرو غير هذا هادو بوحدهم وتقدروا دير هادو بجوج صافي كتسدو عادي من هادو النقره البنات. المهم دابا هادو ديال الطاردو غنفتح لكم باك، يعني كل شويه من حاجه نشوف هاد الباك تاوي يمكن تاوي من عند زعما تا هو لي زاكسسوار سي. لكن هادو نساي سايو سايمي. اوه الخادم تاني كيحمق الشكل ضفيره. غنولي البنات ندير النقره دابا كيما كتعرفوني كنحمق على اللون الذهبي، ولكن دابا غنولي ندير النقري شويه باش هاد الحويقات عاوتاني شوف بحال الشكل ديال النجمه. المهم البنات عرفتي الا درت هادشي الا وريتكم هادشي كامل غادي نتعطل كيما قلت لك لامون، نخليهم نديرهم فيديو خاص ونخلي لكم نيكيليان وداكشي تقدروا تاخذوهم وصافي. كيما شفتوا البنات الباكيتات اللي وصلوني ديال لي زاكسسوار ما وريتهمش لكم كاملين كاملين. علاش؟ لانه اول حاجه غادي يولي هذا ماشي فلوغ سينو فيديو ديال هول، وانا كما كتعرفوا فيديو ديال هول نبقى نشارك معكم داكشي اللي كنشري ملي غتكون حاجه جوج ثلاثه سي. ولكن شفتوا بزاف ديال لي زاكسسوار، يعني بزاف ديال لي زاكسسوار ما نقدرش نوريهم لكم كاملين في فيديو في هذا البلوغ هذا، وما غاديش نوريهم لكم يعني مزيان لاني كيعجبني نوريكم داكشي يعني قريب وتشوفوا باش تعرفوا الكاليتي وتعرفوا كيفاش داير داكشي. لهذا ترقبوا فيديو قريبا ان شاء الله ديال لي زاكسسوار. عرفتي كيحمقوا البنات راكم شفتوا شويه، ولكن انا فتحتهم شفتهم كاملين وحده بوحده وداكشي عرفتي كيحمقوا كيحمقوا عجبوني اكثر من المره اللي فات. لهذا ترقبوا الفيديو قريبا ان شاء الله. او صافي دابا غادي نوض ندير الغدا يطيب ونقص عليه ونبدا نتهلا في راسي ونسجل لكم هذاك الفيديو ونحط لكم ابارتي. نتلاقاو من بعد. شوف البنات على الطواجن صاوب شوف كيشهي ولا ما كيشهيش. صافي شطراتي مريحه مريحه، قلت اجي ندير طواجين يطيب بالمهل اللي ما قديش غادي تخرج. كيشهي كيشهي شتي البنات الطواجي اللي وريتكم كيشهي كيشهي باين غادي يجي لذيذ جدا. انا غادي يطيب راني غادي نوريه لكم. ها هو البنات الطواجي طاب كما كتشوفوا من البوطه ديالك تلطب لحقاش فيه الموت ديال الجوع. حقكم في الجنه وبصحتي وراحتي لحقاش راه باينه ريحته كتشهي باين غادي يجي لذيذ جدا. شكل شكرك العروس. المهم حقكم في الجنه نمشي نتغدى. هاي البنات لبسه لي لبست شفتو نجي بحال هكا. هاي دنيا زي معايا دنيا بغاتني شو دنيا قول سلام قول سلام البنات ديما كتجي عيانه قول بسلام نو ما بغاتنيش نهز لها داكشي ديالها بغات تهزو راسها قالت لك نهزو انا بوحدي شفتوها انا نهز لك موتشي لمامي حادقه بنتي حادقه يلا باموس باموس. شنو قالت لك المعلمه ديري؟ شنو قالت لك المعلمه؟ جيبونا فوتو. دنيا بقات كتبكي حقاش تقطعات لها واحد شويه ديك الورقه بقات كتبكي بقات تسجلها وهي طيح قوست عليها انا بوحدي. شوفوا شوفوا الضغوبيشه هذيك البنت خصني ندير فيها الصوره ديال العائله زعما الاسره دي انا وباباها وهي. راموس راموس هاكي ترايونا فوتو دي بابي دي مامي. صافي البنات حنا دابا غنمشيو للدار ومن بعد غادي نخرجو غنمشيو نضربو نشوفو الميمه ياك دنيا نمشيو نشوفو الميمه نشوفو الميمه اليوم نشوفو الميمه وغندوز عند واحد السيده تاني تاي نشوفها صافي نمشيو للدار من بعد نمشيو عند الميمه. دنيا الواغو الواغو مامي غتخسري امي ما غتخاصم معاك واحا يلا يا ماما تصبحوا على خير. المهم بنات انا يلا جيت مع عند ماما ما سجلت لكم ولا تماك لحقاش بقيت كنهضر معها شحال هادي ما شفناهاش شحال مشيت عندها 3 ايام هادي ولا ما نعرف 4 ايام
صافي بقينا مجمعين شويه ومن بعد جينا للدار. دابا غنوض نبدل الحوايج. المهم علاش جيت باش نهضر معكم في هذا الشيء، بغيت نقول لكم محدي دايره الزيف قبل ما نحيدو، لحقاش درتو اليوم مده طويله اللي هذا بغيت نحيدو خلاص مابقاش نعاود نديرو هذه الليله. بغيت نقول لكم على حساب المدرسه، كنت قلت لكم في واحد التعليق باني غنسولوني البنات على المدرسه وداك الشيء كيفاش اللي بغاو يدخلوا، قلت لكم في الفلوغ ماشي سمحوا لي صراحه في هذا الفلوغ هذا ما عطانيش الوقت باش نهضر في هذا الموضوع، ولكن كنوعدكم ان شاء الله كما كتشوفوا صوتي مسخسخ لحقاش هذا النهار سجلت لكم الروتين وسجلت كنسجل لكم في الفلوغ. لهذا ان شاء الله الفلوغ الماجي اللي غيكون مورا هذا فلوغ البنات ماشي فيديو، يا ماشي فيديو زعما ديال الروتين ولا شي حاجه سينو الفلوغ. الفلوغ ماجي ان شاء الله غادي نهضر لكم على هذا الموضوع ديال القرايه بالنسبه للبنات اللي يلاه جاوا من المغرب، اللي جاوا من المغرب بغاو يقراو زعما باش نخصهم يديروا. المهم معلومات كاع اللي عندي على حساب القرايه، والبنات اللي خرجوا من القرايه وبغاو يرجعوا يقراو ان شاء الله نعطيكم معلومات. وديك الساعه لقيت شي تعليق وسولتوني غنسول لكم المعلم اللي كيقريني انا ولا المعلمين اللي كيقريونا نسولهم زعما باش نجيب لكم معلومات اللي يقدروا يفيدوكم، ولكن حاليا نجاوبكم على داكشي اللي كنعرف ونجاوب على التعليق اللي سولتوني البنات على هادشي ديال القرايه وصافي هادشي اللي كاين. دابا غنمشي نبدل حوايجي غنغسل وجهي وغادي نشارك معكم شنو خوشازي وغنشارك معكم شنو هما لي سوا اللي استعملت هاد الليله هادي هاد الليله حقا داكشي اللي درت في الروتين ماشي هو اللي كندير في الليل. ونشارك معكم بخوشازي مامي قلت لك شفت واحد البخوشه دايراها مع الفلايد ديالو كانت بالعاني مشي بصح. صافي البنات كما قلت لكم غادي نوريكم واحد الصابون لقيتوه في دروني رخيص بزاف وزوين زوين زوين بزاف 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 عرفتي البنات واعر كنغسل به مثلا نهار ونهار لا لحقاش كيجي على شكل القماج عرفتي كيخلي الوجه يعني كتحسي به نقي وفيه واحد الريحه غزاله وفيه زعما بحال ما هو الطبيعي. المهم دابا نوريه لكم ونوريكم شنو كندير شنو هما لي سوا اللي كندير بالليل وديك الساعه غادي يمشي الناس. او غادي نوريكم حتى العكر اللي درت واخا دابا راه تقريبا مشى كامل ما بقاش. لحقاش سولتني على واحد البنت كما قلت لكم ان شاء الله دابا في الفلوق جميع التعاليق ديالكم اي حاجه سولتوني عليها في هذا الفلوق غنبقى نجاوبكم لاني باش نجاوب كتابيا ما غاديش نقدر. لهذا ان شاء الله في الفلوق غادي يكون كيف ما قلت لكم جروب ديال الصحابات كنشارك معكم شنو كندير وداك الشيء، يعني اكيد ما نقدرش كل حاجه نكتبها ونديرها يعني يكون كان جروب نبقى نكتب شنو كندير ولا صعيب باش نهضر ندير جروب ديال بزاف ديال البنات كما في القناه. لهذا غادي نشارك معكم شنو كندير في النهار وغادي يكون عباره على ما تديوش عليا كنهضر معكم حديديني اش كدير وغادي يكون كما قلت لكم نجاوبكم على التعاليق. مثلا سولتوني على شي كريم على شي زيف على شي لبسه غنتفكر وغادي نجاوبكم. دابا غنوريكم العكر لحقاش واحد البنت سولتني عليه انا هذا خديتهم من بريمارك وغنوريه لكم كيفاش داير ونشرح لكم ونوريكم حتى الباك كيفاش داير باش لو بغيتو تاخذوه. هذا هو البنات الصابون اللي بغيت نوريكم شفتو ولا جيل كما كتشوفوا هنا مكتوب فيه سكروب يعني بحال كتو خاص بالقماش فيه واحد الحبيبات رقاقين كما كيبان لكم هنا شوفوا وفي هذا هاد الاعشاب هادو ولا شفتو وريحتو كتحمق البنات وكيحيد زعما صراحه كينقي مزيان الوجه كتحسوا بالنظافه في الوجه ديالكم. المهم هاد الماركه يمكن كوريه كما كتشوفوا سميتو كويسشي سميتها غريبه. المهم هاد الماركه انا بعدا لقيت هذا في دروني وعندهم يعني بزاف ديال الحاجات هاد الماركه هادي وكما قلت لهم الثمن جد مناسب هذا راه فيه 400 ميل نوريها لكم فيها 400 يمكن كاينه بنشوف فيها 200 ميل ما تديوش عليا البنات 200 ميل ودير غير يمكن 5 اورو شفتوا. وكما قلت لكم كما قلت لكم البنات الثمن ديالو جد مناسب. هذا هو الصابون باش كنغسل دابا وهذه هي لابغوس اللي غتشوفوها يعني كاع في الروتين ديالي باش كنغسل مؤخرا وجهي في هذه البارتي هذه كندير بها الكريم ولا كندير بيدي على حسب كل نوع لقانا ولكن هذه سي كنغسل بها ضروري وجهي. هذه من هاد لامارك هذه بي ام دي شفتوا صراحه غزاله هاد لابغوس هذه. وعاوتاني هذا ديال كنديرو تحت العينين عباره على كونتورنو ديال العين كما قلت لكم البنات هذا من هاد لامارك هادي فيلانديا كيديروا هادشي كلشي طبيعي 100% وحلال وكلشي يعني ما فيه حتى شي مواد نقولوا حرام ولا حتى شي حاجه. المهم هذا راني كنت وريتهم درت لكم فيديو خاص عليه نخلي لكم هنا الفوق وحاليا البنات كنستعمل هذه ديال ليطاج ديال الحبوب وراني كدرت لكم فيديو خاص عليها واعره رجع ثاني الحبوب كيرجع كيخرج ليا في وجهي سمحوا لي كتسمعوا ديال دانيا ولكن هذا راه فلوغ. كما قلت لكم ديال فيها الحبوب قلت لكم البنات كنديرها منين كيخرجوا لي الحبوب في وجهي هي اللي كندير ودابا كنديرها هي لوجهي عاوتاني حقاش الحبوب خرجوا في وجهي ما عرفتش علاش. المهم هادو هما اللي كنشي كلشي اللي كندير في الليل صافي حاليا. وبالنسبه للعكر البنات هذا هو الباك ديال العكر كيجي هذا الكيت هذا ودير 4 اورو كاين في بريمارك بالنسبه للبنت اللي سولاتني ها نتوما. بالنسبه للون انا ما هو هذا يمكن هوني مون يمكن هو هذا اللون الا لقيتيه اللون كيكون في الغلاقه الفوقانيه ديال الباك وهذا كيفاش داير هو هذا كيبقى البنات ماط كيبقى شد صراحه مده طويله في الفم نتوما ماط ليكيد ليبستيك واللون ديالو كيحمق والثمن ديالو كما قلت لكم كيجي هو القلم ولكن القلم تهضر ليا.
صافي كنظن شاركت معكم شنو كندير دابا في الليل. غنمشي ندير نغسل وجهي دابا وندير لي سوان ديالي والعكراني وريتو لكم لابغيتو تاخدوه كما قلت لكم هو هذا وصافي. يلا تصبحوا على خير وتهلاو فراسكم. تنتلاقاو في فلوق ماجي. خليو لي اي حاجه بغيتو تعرفوها نجاوبكم ان شاء الله في فلوق الماجي.